السلام عليكم، معكم محمد الزعابي من قطاع الابتكار والابداع هيئه كهرباء ومياه دبي. حرصت هيئه كهرباء ومياه دبي للمشاركه في منصات داخل وخارج دوله الامارات مثل مسرعات دبي للمستقبل، الذي يعتبر اكبر برنامج لمسرعات الاعمال على مستوى العالم، وكذلك برنامج الالكترونيات الحره فري الكترونز بروجرام، والذي يضم 9 من ابرز مؤسسات الطاقه في العالم، وهذا للتعرف على التقنيات الحديثه والابتكار والتعاون وتبني الشركات الناشئة ذو حلول، ومن ثم يتم تطبيقها داخل هيئة كهرباء ومياه دبي. وهذا تماشياً مع رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب أن تكون دبي هي المدينة الأذكى والأسعد في العالم. شكراً هيئة كهرباء ومياه دبي لدعمكم للابتكار وللتقنيات الحديثة.